السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أحد أهم الاختبارات اللي بتتم على السيركت بريكرز اللي هو التايمينج تيست. عشان أقدر أنفذ اختبار التايمينج للسيركت بريكر بشكل صحيح لازم أستعين ببعض الديتا اللي بتكون مكتوبة على السيركت بريكر نيم بليت، بالإضافة لبعض التيست ريزلتس اللي بتكون موجودة في الفات تيست أو اللي هو الفاكتور أكسبتنس تيست. بالنسبة للسيركت بريكر نيم بليت فدايما بيكون مكتوب عندي حاجة اسمها الأوبريشن سيكونس أو اللي هو السيركت بريكر ديوتي سايكل، ودي اللي بتشرح السيكونس او تسلسل عمليات التشغيل للسيركت بريكر كلوز اوبن كلوز اوبن واوبن كلوز اوبن، مع الاخذ في الاعتبار الازمنه اللي لازم تكون موجوده بين عمليات التشغيل وبعضها. انا دلوقتي الابلكيشن عندي هيكون على الميديم فولت السيركت بريكر سبرينج تايب ميكانيزم، واللي بتتكون من 2 سبرينجز، واحده للكلوز واحده للاوبن. هيظهر دلوقتي قدامكم فيديو تقدر تشوف ازاي عمليات التشغيل بتتم على السيركت بريكر سبرينج تايب ميكانيزم. تعالوا نفهم دلوقتي مع بعض يعني ايه الاوبريشن سيكونس اللي كان مكتوب على السيركت بريكر نيم بليت. او 0.3 سكندز سي او 3 مينيتس سي او. اول حاجه عندي الاو هي عباره عن اوبن اوبريشن، والسي او هو عباره عن كلوز اوبن اوبريشن. تاني حاجه عندي ال 0.3 سكندز و 3 مينيتس، دول عباره عن ديلي تايمز وبيطلق عليهم الديد تايمز. الديد تايم الاول اللي هو ال 0.3 سكندز، وده تعريفه بكل بساطه هو عباره عن المينيمم تايم كيبت فور ذا سيركت بريكر افتر ان اوبن اوبريشن ان اوردر تو بي ريدي فور ا سكسسفول كلوز اوبن اوبريشن. يعني ايه الكلام ده؟ كلنا عارفين ان الاوفر هيد ترانسميشن لاينز بيكون معرضه لترانزنت فولتس بشكل كبير، عشان كده بنفعل داخل البروتكشن ريلي وظيفه اسمها الاوترو كلوجر. الفكره عندي بكل بساطه ان لما بيحصل فولت عندي على الاوفر هيد ترانسميشن لاين بيبتدي البروتكشن ريلي ايشو تريب كوماند للسيركت بريكر، ودي تعتبر عندي اوبن اوبريشن. طيب بعد كده بتيجي الاوترو كلوجر بتقشو اوتو كلوز كوماند للسيركت بريكر، بس في احتماليه ان لما البريكر تقفل تقفل والعطل ستيل اكزيست، يعني العطل لسه موجود عندي على الخط، وبالتالي لما البريكر تقفل لازم ترجع تاني تفتح بشكل انستنتينيوسلي يعني لحظيا. هنا البريكر بتقول لك ما بين الاوبن اوبريشن الاولى وما بين الكلوز اوبن اوبريشن اللي هي العمليه الثانيه لازم يكون في ديلي تايم مقداره 0.3 سكندز. طيب الديد تايم الثاني اللي هو 3 مينتس هو عباره عن برضو نفس الكلام، هو عباره عن ديد تايم او ديلي تايم ما بين عمليه الاوبن كلوز اوبن الاولى اللي انا عملتها وما بين كلوز اوبن اوبريشن جديده انا لسه ايه لسه هعملها. طيب سواء بقى ال 0.3 سكندز اللي هي الديد تايم الاول او 3 مينتس الديد تايم الثاني، انا بستخدم الديلي تايمز دي اصلا ليه في السيركت بريكر؟ انا بحتاج الديلي تايمز في السيركت بريكرز عشان حاجتين. الحاجة الأولى إن أنا دلوقتي عندي مع عمليات التشغيل اللي بتتم في البريكر أوبن كلوز أوبن أوبن كلوز أوبن، دلوقتي البريكر عمالة تفتح وتقفل على أرك. مرور الأرك ما بين البولز بتاعة السيركت بريكر هيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها، ومع ارتفاع درجة الحرارة ممكن يحصل ديفورميشن في البول كونتاكتس، وطبعا ده بدوره هيؤدي إلى باد كونتاكت ريزيستنس، واللي منها طبعا ممكن تؤدي إلى انفجار السيركت بريكر. عشان كده أنا محتاج ديلي تايم يحصل فيها كولينج داون للسيركت بريكر بولز. الحاجة التانية ان الانسوليشن ميديوم اللي مستخدم في السيركت بريكر سواء كان فاكيوم SF6 اويل او حتى اير يقدر يحصل له ريكفرنج ويقدر يريكفر السترينث بتاعه مرة تانية بعد عملية الارك كوينشنج. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا ناخد مثال على غاز SF6. غاز SF6 دلوقتي لحظة ان هو بيقطع الارك، طبعا مرور الارك ده بيؤدي الى زيادة درجة حرارة الغاز. طيب زيادة درجة حرارة الغاز الـ SF6 بتؤدي إلى إن هو الداي إلكتريك سترينث بتاعه بيقل، دي حاجة. الحاجة التانية غاز الـ SF6 مع ارتفاع درجة الحرارة بيبتدي إن هو يحصل له ديكومبوزيشن، يعني يبتدي يتفرق ليه مكونات مختلفة زي الـ SF2 وزي الـ HF وغيرها. مع انخفاض درجة الحرارة مرة تانية بيحصل لهم تاني كومبوزيشن مع بعضهم، يعني يتجمعوا تاني مع بعض ويكونوا مرة تانية غاز الـ SF6، وبالتالي غاز الـ SF6 في الحالة دي بيكون قادر ان هو يقطع الارك مرة تانية، لان هو دلوقتي قدر يريكفر السترينث بتاعه بعد عملية الارك كوينشنج اللي قلنا عليه. عشان كده انا لازم اسيب ديلي تايم للانسوليشن ميديوم ده سواء كان اي نوع من انواع الانسوليشن ميديوم عشان يريكفر الايه السترينث بتاعه بعد عملية الارك كوينشنج.